صرحت الكرايسيس جروب في التقرير التي قامت به عن الوضع الراهن في تجراي أن على قوات أبي أحمد والأمحرة وقوات الدكتاتور إسياس أفورقي أن ينسحبوا فوراً من أراضي تجراي. وأفادت المجموعة أيضاً أن هذه القضية لن تحل إلا إن قام هؤلاء بالانسحاب وترك أراضي غرب تجراي وباقي الأراضي المحتلة. إضافة إلى ذلك أنه على أبي أحمد إدخال المساعدات الإنسانية إلى تجراي دون توقف أو أي عقبة، وإرجاع الخدمات الاجتماعية إلى تجراي كالكهرباء والإنترنت والبنوك والمواصلات وغيرها، رغم أن حكومة أبي أحمد قررت إيقاف إطلاق النار وعلى الهدنة لإدخال المساعدات في 31 من شهر مارس هذا العام، إلا أن أبي أحمد لم يقم بذلك، بل استخدم تلك الفترة من الهدنة لتهيئة وتقوية جيشه استعدادا للحرب. وأخبرت المجموعة أنها قلقة بشأن عدم وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يستحقونها، وأن ذلك يجعل إثيوبيا مستمرة في الحرب التي تخوضها. وأيضا طالبت المجموعة بعدم تسمية كل من جبهة تحرير تجراي وجبهة أورومو بالإرهابيين وإزالة تلك المنشورات.